فريق المهاجم كمارة سنصار. كمارة سنصار سادس أهداف هذا المهاجم الخطير على السنغالي. الدقيقة الخامسة تحمل هدف أول لمصلحة فريق المدينة. كمارة سنصار إذن كمارة سنصار والهدف السادس ولقطة بالتأكيد وبلمسة خفيفة المراوغة للحارس محمود الحذاري. كمارة سنصار بتمريرة ولا أحلى ولا أروع من اللعب كوبين لهم وتمريرة وهدف أول لمصلحة فريق المدينة أمام فريق النصر في خمس دقائق لعب. هدف سادس لهذا اللاعب، خمس أهداف للمهاجم كمارة سنصار قبل هذه المباراة، وهذا هو الهدف رقم ستة في رصيد هذا اللاعب. لعب المهاجم كمارة سنصار ويصبح في المركز الثالث من التعديل. محمد الغميد مهاجم نادي طرابلس، مهاجم نادي طرابلس، أيمن مهاجم نادي طرابلس، أيمن الريفي مهاجم المغربي. والآن كمارة سنصار يلتحق بالركب في رصيد ستة أهداف. هذه إذا الإحصائيات للميدان.
الآن قائمة لمصلحة فريق المدينة الآن كالمدينة الآن كالمدينة الآن كمارا هي كرة لسادات بخاري يلعب كرة في اليسار ابن حليبي بس اللعب تماما في الدار يمنع كمارا سنصار كمارا الآن يستلم ينظر بعين الصحة يفي كرة تنصدم تعود تسديدة من جديد ولا في كرة بعيدة في الرجال سعيد فريق النصر يخطئ فرصة هدف آخر فرصة هدف آخر وهدف ثاني لمصلحة فريق المدينة خطأ دفاعي من مدافع فريق النصر مع حارس مرمى محمود الحذاري وتكون الكرة لكمارة سنصار كمارة سنصار يتحقق المركز الثالث على قائمة الهدفين ويتساوى مع اليوم بليل هدف ثاني لكمارة سنصار أحمد عبادي الضغط من اللاعب إريك نوال تفتح الكرة تعود لمصلحة فريق المدينة كمارة سنصار فرصة هدف ثالث فرصة هدف ثالث ولكن تعود لمصلحة فريق المدينة كمارة سنصار فرصة هدف ثالث فرصة هدف ثالث ولكن التغطية عن طريق مصطفى أبو غالية يضيع الفرصة على كمارة سنصار تواجد ثلاثة مهاجمين كان ينتظروا هذه الكرة تمر من جديد الكرة كمارة سنصار بالراس وتمر من جديد الكرة كمارة سنصار بالراس وتمر من جديد الكرة كمارة سنصار بالراس وأسدت بخاري ولكن كمارة سنصار سادت أهداف هذا المهاجم الخطير السنغالي الدقيقة الخامسة تحمل هدف أول لمصلحة فريق المدينة كمارة سنصار